أسرع قرار يمكن للميليشيا اتخاذه هو استهداف الصحفيين. تنامي هذه الظاهرة في مدينة تعز بدت واضحة ولا تحتاج إلى شهود. فهنا بعد حفلة استهداف الصحفيين الشهيرة في الضباب غربي المدينة، حيث فشلت عملية إنقاذ المصور محمد اليمني الذي تعرض للقنص، نجحت عملية إنقاذ بعض رفاقه كهيكل العريقي وعبد القوي العزاني وعبد الحكيم مغلس. لكن على هذه الطريقة التي يبدو عليها هيكل حافي القدمين مذعورا يبحث عن طريق للحياة بعد أن أراد له القناص الموت. تدفع الميليشيا بالمعركة إلى إعادة فرض الحصار على المدينة، لكنها تدرك أنها لن تنجح في ذلك إلا إذا تخلصت من الشهود وغيبت العدسات. فالجزء الأكبر من المعركة كما تدركها الميليشيا هو منع ما ترتكبه من فظائع وقصف وقتل في تعز أن تكشف للرأي العام، فلذلك تحاول أن تسكت مصادر الحدث. هنا ظلت الحيرة تأكل وجوه رفاق شهداء الحقيقة محمد اليمني ومن قبله أحمد الشيباني، بينما وجد بعض زملائهم طريقا للتعبير عن الصدمة بالإجهاش بالبكاء. هي المعاناة التي كانت وما تزال رفيقة مهنة المتاعب لهؤلاء في بلد تصنفه المنظمات الإنسانية والإعلامية محلية ودولية أنه يعد واحدا من أخطر البلدان على الصحفيين الذين يعملون على أرضه. الأسرة الصحفية في تعز وفي البلاد عموما لم تبرح من تشييع وتوديع العديد من أبنائها بسبب استمرار استهداف الميليشيا المتواصل لهم، وليس لشيء سوى لأنهم ينقلون مشاهد تخالف قواعد لعبة الميليشيا والموت. فالكاميرا هي الشاهد الوحيد الذي لا يمكن أن يشك في شهادته، والسؤال الأبرز هنا: إلى متى يستمر قتل الصحفيين بدم بارد في تعز في لحظة لا يمكن تقييد هذه الجرائم بحق الصحفيين في تعز ضد مجهول؟